لماذا يجب علينا نحن المهاجرون الأجانب أن ندافع عن أنفسنا في كل مرة يخطر على بال سياسي أن ينتقد الهجرة والاندماج؟ لماذا يجب أن نشعر وكأننا متهمون فقط لأننا من أصول مهاجرة؟ ولماذا نشعر وكأننا ملزمون من وقت لآخر بإظهار أننا مواطنون طيبون وصالحون وندفع الضرائب وأننا لسنا عبئا على المجتمع؟ أهلا بكم. نحن لسنا عبئاً هاشتاغ انتشر مؤخراً كما نعلم على صفحات التواصل الاجتماعي في السويد بشكل كبير. العديد ممن هم من أصول أجنبية نشروا صورهم خاصة في أماكن عملهم مع كلمات تعبر عن سخطهم من تصريحات تشكك بجدوى وجودهم، كان آخرها لرئيس حزب المدرات أولوف كريسترسون اعتبر فيها أن الهجرة أصبحت عبئاً على السويد. المفارقة أن كريسترسون نفسه انتقد في فبراير العام الماضي تصريحات مماثلة لرئيس حزب الإزدي ييمي أوكوسون، وصف فيها المهاجرين بالعبء الثقافي والاقتصادي على السويد. والآن لا يجد كريسترسون حرجا في تكرار نفس التعبير الذي يصف الهجرة بأنها أصبحت عبئا على السويد. فما هو الذي تغير منذ العام الماضي إلى الآن خاصة بعيون كريسترسون؟ لا شك أن هناك فرقا ما بين تصريحات رئيس الإزدي وبين تصريحات رئيس المديرات. فحزب المديرات تاريخيا وحتى مبدئيا لا يعارض مبدأ الهجرة وليس لديه نزعات عنصرية. كلنا نذكر تصريحات الرئيس السابق للمديرات فريدريك راينفيلد والذي كان رئيسا لوزراء السويد بين أعوام 2006 و2014 حين قال: نحن نفتح بيوتنا وقلوبنا للمهاجرين. لكن خطورة تصريحات الرئيس الحالي للمديرات ليست في أنها فقط تشوه الصورة الإنسانية لحزب المديرات العريق في السياسة السويدية، بل لأنها تصريحات تحاكي نهج اليمين المتطرف الذي يعتبر المهاجر عبئاً اقتصادياً وثقافياً على السويد. عندما يقال أن المهاجر أو اللاجئ هو عبء اقتصادي يعني أنه عالة وشخص مستهلك بلا إنتاج، وأنه أتى إلى هنا فقط للاستفادة من ميزات الرفاه الاجتماعي واستغلال السويد ونظامها. هذا طبعا غير صحيح مع وجود استثناءات بسيطة، خاصة أن أغلب المهاجرين يأتون بمهارات وخبرات وتعليم جاهز لا يحتاجون إلا إلى عامين أو أكثر ليصبحوا منتجين ودافعي ضرائب، أي أنهم لا يكلفون المجتمع موارد مثل المولودين هنا الذين يحتاجون إلى رعاية وتعليم على مدار أكثر من 20 سنة حتى يصبحوا منتجين. ولكن الجانب الأخطر من هذه المحاكاة يتمثل بمعنى أن يشكل المهاجر الأجنبي عبئا ثقافيا على السويد كما يقول أوكوسون. هنا يمكن ربط هذا القول بالإيديولوجية اليمينية المتطرفة التي ترفض مبدأ التعددية الثقافية وتعتبر أن هناك ثقافة أعلى من ثقافة. ولننتبه هنا إلى هذه الناحية المهمة، لأن هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة في كل أوروبا لا تستطيع الآن أن تقول علنا أنها تمارس التمييز بين البشر على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. لذلك تستخدم هذه الأحزاب الآن الصيغة المخففة والمقبولة للأسف، والتي تقول أن هناك فرقا ثقافيا بين البشر أو أن هناك تصادم ثقافات. ولكن من الواضح جدا أن جذور وتوجهات الأحزاب النازية القديمة لا تزال راسخة، التغيير فقط على نوع الكلمات والتعابير المستخدمة. هذه هي خطورة التحاكي بين التصريحات أوكوسون وكريسترسون. هناك من يبرر بأن المديرات تريد استرجاع جزء من شعبيتها التي خسرته لصالح الإزدي بسبب سياسة الهجرة المتسامحة في عهد راينفيلد. هؤلاء للأسف يتناسون أن الحزب الاشتراكي خسر أيضا جزء من شعبيته لصالح الإزدي بسبب سياسة الهجرة والاندماج، ولكن هذا لا يعني أن تتخلى الأحزاب السويدية العريقة يسارية كانت أم يمينية عن مبادئها لكي تجاري خطابا شعبويا لحزب لا يهتم فعلا إلا لموضوع واحد فقط هو الهجرة واللجوء. إذن على المديرات والاشتراكيين وغيرهما من الأحزاب السويدية التقليدية أن لا تجاري التيار الشعبوي بالانجرار
وراءه أو من خلال التقليل من أهمية المواضيع الأخرى التي تهم السويد والسويديين، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة وحتى الدفاع والسياسة الخارجية. هذه أمور لا يمكن التغافل عنها والتركيز فقط على الأجنبي والمهاجر، لأن جزء من الناخبين تأثروا بالخطاب الشعبوي الذي يعزف فقط على نغمة اللجوء والهجرة والاندماج. مشكلة الاندماج هي مشكلة سويدية بحتة. فشل الاندماج والفشل الأمني في الضواحي وفشل استيعاب البعض من اللاجئين في سوق العمل هي مشكلة عامة وليس محصورة فقط باللاجئين والمهاجرين، وهذه مشاكل مرتبطة بمواضيع أساسية في السياسة السويدية. لماذا إذن أيتها الأحزاب العريقة تنصاعون وتصغون إلى الدعاية اليمينية المتطرفة بأن الأجنبي واللاجئ هو السبب؟ نعم، كل دولة لها سيادتها ولها خططها بتحديد عدد اللاجئين إليها وطريقة استقبالهم، ولكن ليس هذا هو السؤال فقط. السؤال هو لماذا يجب أن يتحول موضوع الهجرة واللجوء إلى سبب لكل مشاكل السويد؟ ولماذا يتم ربط فشل الحكومة والأحزاب بسياسة الاندماج بقضية أسرة تسعى إلى لم شمل أفرادها، أو بقضية شخص يعيش سنوات في السويد بدون أمل ولا أوراق إقامة؟ في تقرير نشر مؤخرا حول دراسة أجرتها مؤسسة ديلموس الحكومية تتناول العزلة الاجتماعية في مناطق سويدية، أظهر التقرير أن الانقسام المجتمعي والتمييز يزداد بشكل كبير منذ تسعينيات القرن الماضي في البلاد. كما أكد التقرير أن الكثير من المناطق تعاني شبه عزلة تامة عن باقي المناطق الأخرى في الكثير من المدن الكبرى في السويد. هذا التقرير ونتائجه يجب أو يمكن أن يضع السياسيون هنا أمام السؤال الكبير: ما هي السويد التي تريدونها؟ سويد مغلقة متقوقعة على نفسها بلا هجرة ولجوء وباقتصاد ضعيف وحضور عالمي هزيل، أم سويد منفتحة ومتسامحة تمتلك سياسة هجرة عقلانية ومستدامة وقادرة على استيعاب المهاجرين ليس فقط في بيوت الهجرة بل في المصانع والحقول وورش العمل وعيادات الأطباء وقاعات التدريس؟ لا يمكن أن تختار السويد النصف من الخيار الأول والنصف الآخر من الخيار الثاني. لكل شيء ثمن وضريبة، وعلى السياسيين اختيار الأفضل مع أقل الخسائر. يبقى أن نقول أن علينا نحن أيضا القادمين من مجتمعات أخرى وواجبات في تغيير الصورة، وعلينا أن نبدأ من قاعدة سهلة وبسيطة تقول إننا جزء من هذا المجتمع، ولسنا مضطرين أبدا لأن نضع أنفسنا في قفص الاتهام وندافع عن أنفسنا فقط لأننا غير سويديي المولد. لا تزال القوانين والمجتمع السويدي وأغلب الأحزاب والمنظمات المدنية تنبذ العنصرية وتتقبل الآخر، ولكن الحذر واجب دائما من انتشار وتأثير الأفكار الضارة بالمجتمع. إلى اللقاء.